طيب تعالوا بقى نشوف الحاجة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي في المحاضرة دي، اللي هي آخر حاجة بقى في المنهج، هي الـ non-coherent detection. ازاي نقدر نديتكت سيجنال بشكل non-coherent؟ زي ما قلت لكم، الميزة بتاعت الـ non-coherent detection ان انا مش محتاج اعمل الكام حاجة اللي احنا اتكلمنا فيها آخر المحاضرة اللي فاتت، ولا synchronization. يعني لا طبعا هنعمل السينكرونايزيشن بتاع البت، ان انا اعرف البت اوله فين واخره فين، لكن مش هعمل السينكرونايزيشن بتاع الكارير والكوستاس لوب والكلام ده. اوكي؟ طيب ليه بقى عاوزين نخش في الشغلانه دي؟ لان in practice it is often found that in addition to the uncertainty due to noise there is also uncertainty due to randomness of certain signal parameters. تمام؟ ايه signal parameters دي؟ زي ما اتكلمنا، the most common random signal parameter is carrier phase. A digital communication receiver with no provision for carrier recovery is said to be non-coherent. كويس؟ يعني definition بتاع non-coherent هو الريسيفر اللي مش محتاج يستيميت الفيز. خلاص ده الديفينيشن. لو انا مش محتاج اطلع الفيز عشان اعرف افك السيجنال، كويس؟ يبقى انا كده non-coherent. طيب تعالوا نشوف بقى ايه نون كوهيرنت اورثوجونال موديوليشن. هو ده في الحقيقه شبه اول اف اس كي، هنشوف يعني ازاي، بس هو ببساطه هو اف اس كي. يعني دي السيجنالز بتاعتي اللي انا باعتها. حلو؟ السيجنال اللي انا باعتها هي ايه؟ كوزاين 2 باي اف اي تي زائد سيتا زائد دبليو. دبليو دي النويز اللي جايه، يعني دي ريسيفت سيجنال. فاللي جاي لي هو اف اي زائد سيتا. اف اي دي انا عارفها، تمام؟ هنا هنأسيوم الأول ما فيهاش ايرور يعني قوي، احنا عارفينها بالظبط، هنأسيوم ان احنا عارفين الفريكونسي بالظبط، لكن الفيز مش عارفينه. ماشي؟ وزي ما هنشوف لو الفيز لو الفريكونسي مختلفة سنة، الريسيفر ده المفروض ما يفرقش كتير. البرفورمانس بتاعه مش هيبوظ يعني قوي. طيب، فاحنا دلوقتي باعتين ده. حلو؟ وعاوزين نديتكت اف 1 هي المبعوتة ولا اف 2 هي المبعوتة. كويس؟ عاوزين نديتكت اف 1 هي المبعوتة ولا اف 2 هي المبعوتة. وأنا مش عارف السيتا. ده شكل الريسيفر بتاعي، تمام؟ ده شكل الريسيفر بتاعي لسيجنال اللي هي مثلا اي واحده فيهم، سيجنال 1 مثلا او سيجنال 2، تمام؟ فايه اللي حصل؟ احنا قبل كده لما كنا عارفين السيتا كنا بنعمل ايه؟ كان البرانش ده بتاع ده كله كان 1 برانش، كان عندي بضرب في فريكونسي وبكامل وباخد الديسيجن على طول. فدلوقتي بدل ما انا بقيت بضرب في سيجنال وكامل، بقى عندي نتيجه عدم معرفه السيتا بقى الكوريريتور اللي هو كان الكوهيرنت كوريريتور، ان انا عندي داخل لي كوزاين اف تي وضربه في كوزاين اف تي شبهه بالظبط، نفس الفريكونسي وفيز، انا دلوقتي مش عارف الفيز، فبدل ما هضرب في كوزاين اف تي بقيت هضرب في كوزاين اف تي وساين اف تي. زي ما انتم شايفين كده، فال1 برانش اللي كان موجود اتحول لايه؟ لتو برانشز، فالاثنين دول مش الاثنين كوريريتورز بتوع تو فريكونسيز، دول الاثنين كوريريتورز بتاعت 1 فريكونسي. تمام؟ فبقى ال1 فريكونسي ليها تو كوريريتورز. واحد فيهم بيكوريريت مع الكوزاين والتاني بيكوريريت بتاع مع الساين بتاعت نفس الفريكونسي. خلاص؟ فانا داخل لي كوزاين اف اي تي زائد سيتا على البتاعة دي. خلينا نعملها بايدينا. تمام؟ طيب هيطلع ايه بقى؟ تعالوا نشوف ده لما يخش على دي هيحصل ايه. ماشي؟ عندي كوزاين 2 باي اف اي تي زائد سيتا. ماشي؟ مضروبه في السيجنال الاولانيه اللي هي مين؟ كوزاين 2 باي اف اي تي. لما اعمل دول يحصل ايه؟ كوزاين كوزاين ماينس ساين ساين، مظبوط؟ كوزاين المجموع ماينس كوزاين الفرق، صح؟ يبقى كوزاين المجموع اللي هي 2 باي 2 اف اي تي زائد سيتا زائد كوزاين ايه؟ الفرق اللي هو كوزاين سيتا، صح؟ سيبك بقى من الرصاص والرجبع والحاجات دي، مش مهم. خلاص يبقى انا كده لو انا عندي كوزاين وكوزاين تاني بسيتا هيجيب لي كوزاين المجموع زائد كوزاين الفرق. طيب والتاني هيبقى ايه؟ عندي كوزاين 2 باي اف اي تي زائد سيتا، البرانش التحتاني ساين 2 باي اف اي تي زائد سيتا، صح؟ هضربهم في بعض يطلع لي ايه؟ ساين المجموع زائد ساين الفرق، صح؟ ساين المجموع اللي هو ايه؟ ساين 2 باي 2 اف 1 او اف اي يعني تي زائد سيتا زائد ساين الفرق 2 باي، مفيش 2 باي بقى، اللي هو ساين سيتا، الفرق اللي هو مين؟ سيتا، صح؟
فبقى عندي ساين المجموع زائد ساين الفرق هنا وكوزاين المجموع زائد كوزاين الفرق هنا. تمام؟ هعمل ايه بقى؟ هاخد البتاع دي اكملها التكامل ده. فالتكامل هيعمل ايه؟ لو انا عندي مالتيبلز من البيريود من البيريود في التي بتاعتي هتلاقي بعد الانتجريشن ده هيطير وده هيطير. خلاص؟ ده مجموع البتاع دي في منها ايه؟ عدد كامل من البيريودز ودي في منها عدد كامل من البيريودز. هتلاقي الانتجريتور الاولاني اللي هي النقطة اكس اي دي هتطلع لك كوزاين ثيتا واكس كيو هتطلع لك ايه؟ ساين ثيتا. فبقى عندي عند الاكس اي كوزاين ثيتا وعند الاكس كيو ساين ثيتا. مش مهم ده فاكتور يعني. هتضربه في تي بس مش هي دي المشكلة. تي اكشولي هتطير مع التي بي اللي هتتضرب في الثانية يعني مش مهم الفاكتورز دي دلوقتي، المهم ايه اللي طالع يعني. فبقى عندي ايه؟ واحدة بروبورشنال كده الكوزاين واحدة بروبورشنال للساين. صح؟ هعملهم سكويرنج هيبقى عندي كوزاين سكويرد وساين سكويرد. تمام؟ هجمعهم على بعض يدوني كام؟ كوزاين سكويرد زائد ساين سكويرد يطلع كام؟ 1. صح؟ فطلع لي في النقطة اللي هي اكس اي سكويرد دي، الكلام ده كله طبعا جيفن ان مفيش نويز. طلع لي في النقطة اللي هي اكس اي سكويرد دي طلع لي كام؟ 1. صح؟ 1 ايرسبكتيف لثيتا بكام؟ يبقى انا كده عرفت اديتكت دي كويس؟ عرفت اديتكت دي واطلع الواحد ده حتى لو انا مش عارف الفيز. طبعا هنا لو دخلت بقى فريكونسي ثانيه، الفريكونسي الثانيه دي اورثوجونال، يعني دخلت على نفس اللي فوق ده، دي مثلا فيها اف 1 ودخلت عليها البتاع اللي فيها اف 2. واف 2 دي انا عاملها من الاول اورثوجونال على اف 1. هيحصل ايه؟ هيطلع لك البتاع ده يطلع لك صفر. لان هم اساسا اورثوجونال، هضربهم وكملهم يطلع صفر. فهتلاقي عندك اكس اي واكس كيو دول طالعين بصفر. يبقى جيفن ان انا باعت الاي السيجنال اي هيطلع لي 1. لو انا باعت السيجنال اي جي هيطلع لي صفر. يبقى البتاع ده هيطلع لي الواحد بس لو الفريكونسي اللي داخله هي نفسها الفريكونسي بتاعت الكوريتورز دي. كويس؟ هي نفسها ايه؟ الفريكونسي بتاعت الكوريتورز دي. تمام؟ هعمل بقى من دول ام على حسب اللي انا باعته. فبقى ام من الاثنين باثس دول كده. ام من واحده مع اف 1 اف 2 اف 3 لغايه اف ام. هيخلوهم ما هو هتلاقي بقى ايه؟ لو في فريكونسي ديفيشن بسيط هتلاقي هيطلع لك حاجه بروبورشنال لفرق الفريكونسي كويس؟ لكن مش هتبوظ. هيطلع لك كان في ايرور كده طالع. لو فرق الفريكونسي بسيط. عشان ما تعملش الدايره اللي احنا شفناها امبارح، مش امبارح شفناها من نص ساعه. ماشي؟ طيب انا كده عرفت اجيب ال LI و XI سكويرد و LI. لو جيت بصيت بقى على اللي طالع من هنا من الانتجريتور ده مع التايم هتلاقي شكله عامل كده. ماشي؟ فبقى عندك هنا لو كانت ثيتا بصفر هيطلع لك ال XI ب 100 وال XQ بصفر. ثيتا ب 45 درجه هتلاقي اكس اي طالعه لك ب 80 واكس كيو طالعه لك بكام؟ ماينس 60. صح؟ ده سكويرد زائد ده سكوير يطلع بكام تحت الجذر؟ 80 و60 يطلعوا كام؟ 100. صح؟ وده سكويرد زائد ده سكوير يطلع كام؟ 100 برضه. فاي فاليوز هتطلع لك هيطلع لك تو فاليوز لما تربع ده زائد تربع ده يطلع بصفر، يطلع بالرقم بواحد. ماشي؟ يبقى انا كده عرفت ايه؟ عرفت اجيب حاجه اجيسيف بيها سيجنال مانيش عارف الفيس بتاعها. اوكي؟ اي سؤال؟ طيب عاوزين بقى نحسب الكوريتورز بتوعنا اللطاف دول هيطلعوا لنا ايه؟ هيطلعوا لنا بي دي اف شكلها ايه؟ فهي ما تفرقش كتير خالص عن الحاجات اللي قبل كده. السيجنال اللي جايه اهي وانا بكاملها مع دي، صح؟ هضرب دول في بعض هيطلع لي كده. جذر اي بي كوزاين ثيتا زائد دبليو 1. تمام؟ دبليو 1 دي احنا عارفينها من الاول ضربيه البتاع دي في البيزس فانكشن بتطلع لي ان نوت على 2 السيجما سكويرد بتاعتها. تمام؟ لما هاجي بقى اعمل دول مع بعض المين بس بدل ما هو كان جذر اي بي بقى جذر اي بي ايه؟ كوزاين ثيتا. فبقت اكس اي 1
بقى شكلها عامل كده، واكس كيو 1 شكلها عامل كده. يعني دول لو انا باعت السيجنال 1 تمام، فلو انا باعت السيجنال 1 الاي والكيو هيبقى لهم مين بيساوي جذر اي بي كوزاين وجذر اي بي ساين تمام. لما كان عندي كوهيرنت ديتكشن ما كانش فيه اثنين من دول، كان في واحده بس من دول وما كانش فيه كوزاين، كانت جذر اي بي وان نوت على 2 خلاص. عملت ساين وكوزاين باثس وعندي فيز مش عارفه، طلعت لي دي جذر اي بي كوزاين ودي جذر اي بي ساين. ماشي اوكي بالظبط. التانيين بقى وهم بقى اللي ماتشد مع 2 ماشي، اللي ماتشد مع 2 هيطلع لي صفر في الاي وصفر في الكيو. المين بتاعنا هيبقى صفر في الاي وصفر في الكيو اوكي، زي ما قلنا هم اوثوجنال على بعض فمش هيطلعوا حاجه. فبقوا الاكس اي 2 واكس كيو 2 اللي هم الاوتبوت بتوع كولوريتور 2 لو داخل عليها سيجنال 1 هيبقى المين بتاعه صفر. اي سؤال؟ طيب الديستريبيوشن بقى بتاع ال 2 اللي هو ده، ال 2 ده اللي هو او يعني ال اللي هي دي كده، هيبقى عندي ال 1 وال 2. انا مدخل مثلا السيجنال 1 وعاوز اشوف ال 1 دي هتساوي كام الديستريبيوشن بتاعها وال 2 هتساوي كام الديستريبيوشن بتاعها. دي هيطلع راندوم ديستريبيوشن، انا مدخل الحاجات اللي داخله دي اللي هي الكوزاين والساين وبتاع زي ما قلنا من غير نويز. فبقى في عندنا نويز، النويز ده خدته وربعته وجمعته وعملت له جذر صح، فهيطلع لي ديستريبيوشن بتاع كل دي جاوسيان لغايه اما ايه، يعني هنا جاوسيان وهنا جاوسيان، ربعت الجاوسيان وجمعته على بعض وخدت جذر، فده هيطلع ديستريبيوشن تمام. الديستريبيوشن بتاع ال 2 اللي هو لما انا بعمل دي خدتوها المفروض في البروبابيلتي في سنه ثانيه، لو انا عندي جاوسيان سكويرد 0 مين وجاوسيان سكويرد 0 مين، بتلاقي الديستريبيوشن بتاع الجذر ده حاجه اسمها ريلي ديستريبيوشن. انت خدته السنه اللي فاتت اكيد في الايه في البروبابيلتي، خدت مساله ولا حاجه في الشيت كانت عامله كده. لا ازاي انت مش خدته فانكشن اوف راندوم فاريبلز؟ لو انا عندي فانكشن من الراندوم فاريبل بجيب البي دي اف بتاعه ولا ما خدتوش؟ دي مستحيل تكون ما خدتوش، ما خدتوش في البروبابيلتي طبعا خدتوه. ما خدتوش، ما خدتش مثلا لو انا عندي اكس الديستريبيوشن بتاعها اجيب مثلا اكس سكويرد ولا اكس زائد واي ولا بتاع، ممكن تكون مش فاكر الاسم او ما خدتش الاسم، لكن خدت غالبا يعني بروبابيلتي كبيره قوي خدت الجاوسيان تايب اكستنسفلي في البتاع، او خدتكم مثلا محاضره او اتنين على الجاوسيان. طلع ايه من الجدول؟ لا سيبك من الفاليوز، انت خدت شكل الديستريبيوشن عامل ازاي بتاع الجاوسيان. هتلاقي غالبا حاجه منهم كانت شبه دي. ما هو الجاكوبيان، ما هو ده بيتعمل بالجاكوبيان. خلاص يا سيدي حقك عليا، خدته مع الدكتور نافع في الاول ماشي، بس خدته خلاص. فانا ال 2 دي بيطلع في الاخر حاجه اسمها ريلي ديستريبيوشن، ده ديستريبيوشن مشهور قوي في الكوميونيكيشنز، والديستريبيوشن هيبقى عامل كده اف اوف ال 2 بتساوي 2 ال 2 على ان نوت اي اس ماينس ال سكويرد على 2 على ان نوت، هيطلع شكله عامل كده. ده الريلي ديستريبيوشن بتاع ال 2، يعني الديستريبيوشن بتاعت ال 2 هيبقى شكلها عامل كده لو انا باعت سيجنال نمبر 1 كويس. فانا بعت سيجنال نمبر 1 فالحاجه اللي داخله لي على السكوير وبعدين الجمع وبعدين البتاع هي اساسا كان اساسها ايه؟ زيرو مين جاوسيان. فالزيرو مين جاوسيان ده هيطلع لي الديستريبيوشن الريلي اللي هو شكله لطيف كده زي ما انتم شايفين عامل كده. ليه بقى بتجيب الديستريبيوشن بتاع ال2؟ لان انت في الاخر الديسيجن بتاعك هنا هيبقى ايه؟ يعني المساله دي كده الديسيجن اللي هعمله هيبقى ايه؟ حلو قوي. فالفاليو طالعه عند ال اللي هم مين؟ ال1 وال2 صح؟ وهقارنهم ببعض هشوف مين فيهم اكبر كويس؟ الاكبر فيهم المره دي بقى خلي بالك، المره دي انت مش بتقارن بريفرنس ثابت، لانك بتقارن حاجه بالثانيه. انت قبل كده كنت بتقول والله لو البتاع وقع في الحته الفلانيه وبترسم كده مثلا مربعات في الكوام يبقى دي تبع النقطه الفلانيه تبع النقطه الفلانيه. المره دي مش كده، المره دي عندك اثنين حاجتين بيطلعوا وبقارنهم ببعض. فانا عاوز اشوف ايه البروبابيلتي كويس عشان اجيب الايرور بقى، ايه البروبابيلتي ان ال2 اكبر من ال1 جيفن ان 1 كانت هي المبعوثه. فـ 2 دي مش رقم ثابت، ال 2 دي مش رقم ثابت، ده اصلا ديستريبيوشن كويس؟ ده اصلا ايه؟ ديستريبيوشن عامل كده.
فعشان يحصل ايرور لازم ايه؟ لو انا عارف L1 بكام، لو انا عارف L1 بكام، يبقى probability of error هي اللي مرسومه قدامك دي. يبقى probability of error هي اللي مرسومه قدامك، اللي هي probability ان L2 اكبر من L1. تمام؟ لو انا عارف L1 بكام، انا لسه مش عارف. طيب، بس انا اقدر اجيب conditional probability دلوقتي. ان لو كانت L1 بقيمه، ايه probability of error؟ هيطلع لي كده. فانا عاوز اشوف الاول probability of error given L1. انا دلوقتي بقى عندي two random variables. L1 و L2. عاوز اشوف مين فيهم اللي اكبر، فبعمل ايه؟ بعتبر ان الاولاني منهم رقم، خلاص طلع لي برقم ثابت. خلاص؟ وهشوف ايه probability ان الثاني يطلع اكبر من الرقم ده. وبعدين اشيل الكونديشننج على الفاليوز بتاعت L1. هو ده اللي احنا هنعمله. بالظبط، يعتبر كده. يعتبر كده. فايه probability ان L2 اكبر من L1 given ان الكوريتور الاولاني طلع L1؟ فهيبقى تكامل ال L2 دي من L1 لانفينيتي، اللي هي الحته دي. فانا هقارن كامل البي دي اف بتاعت L2 من الفاليو اللي اسمها L1 لغايه انفينيتي، وده بقى الايرور. فجيفن L1 هكامل بقى البتاع ده، هو ده بيتكامل بمنتهى السهوله، هيطلع ايه؟ اي اس ماينس L1 سكويرد على ان نوت. يبقى انا كده جبت البروبابيلتي اوف ايرور جيفن ان L1 بتساوي قيمه معينه. صح. لو عندي بقى ام المفروض ان انا احسب البروبابيلتي بالشكل ده لكل واحده، هتطلع روح هتشوف بقى. لا، هتبقى كونديشند على كذا حاجه. probability of L2 given ان L1 بكذا و L3 بكذا و L4 بكذا و L5 بكذا، وبعدين تكمل عليهم الباقيين بقى كلهم. واحده فيهم هتبقى اللي فيها السيجنال، هيبقى ليها ديستريبيوشن مختلف، والباقيين كلهم هيبقوا شبه دي، هيبقى الديستريبيوشن بتاعهم شبه ده. انت عاوز تجيب probability of error. خلاص؟ تمام؟ هي نفسها مين؟ probability of error given L1 في P of L1 BL1. صح؟ مش انت خدت البتاع دي؟ المعادلة دي معناها ايه؟ معناها ان انا عاوز اشوف احتمالات الايرور ما بين two random variables. L1 بيتغير و L2 بيتغير according to the distribution بتاعه. فلما باجي اعمل حاجه زي دي بعمل ايه؟ بأسيوم ان واحد فيهم ثابت بقيمه، واجيب probability of error given ان الثابت ده رقم ثابت. خلاص؟ وبعدين بشيل الكونديشننج. يعني ايه اشيل الكونديشننج؟ يعني اعمل كده. هعمل كده يعني ايه؟ يعني انا طلع لي probability of error دي لو خدناها في حاجه ديسكريت، اسيوم انها عندك حاجه ديسكريت. probability of error given ان L1 بتساوي 5 هي 0.2. probability of error اسيوم ان انا عندي يعني زي ما بقول لك ديسكريت، يعني given ان L1 بتساوي 3 بتساوي 0.1. خلاص؟ وانا عاوز اجيب probability of error كلها، هعمل ايه؟ هاخد الاولاني واضربه في probability ان L1 بتساوي 5، زائد الثاني واضربه في probability ان L1 بتساوي 3. صح؟ يبقى انا هيجي لي probability of error ب 0.2 لو L1 طلع بخمسه. طيب احتمال ان L1 طلع بخمسه بكام؟ 0.7. زائد probability of error لو L1 طلع بثلاثة. طب احتمال ان L1 تطلع بثلاثه بكام؟ 0.3. تمام؟ ده في الديسكريت. مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ تمام. في continuous بقى بانتجريشن، لان L1 واحده continuous values. على ال probability density function بتاعت L1. لا، L1 بقى ما انا طلعتها as a function of L1. كويس؟ as a function of L1. ما هشوف، اصبر. لا، مش هتنتجريت من L2، الانتجريشن بتاع L2 ده خلص خلاص. الانتجريشن بتاع L2 ان ال probability of error هي ان L2 اكبر من القيمه دي اللي انا سميتها L1. فبكامل من L1 to infinity. ده الديستريبيوشن بتاع L2. مظبوط كده. وبعد كده هشوف بقى ال L1 دي
احتمال انها تطلع بالقيمه دي، واحتمال انها تطلع بالقيمه دي، واحتمال انها تطلع بالقيمه دي، واحتمال انها تطلع بالقيمه دي وانتجريت. ماشي؟ فهتطلع شكلها عامل كده. فانا دلوقتي عاوز اجيب probability of error given L1. given L1 ده، L1 ده is a function of mean xi1 وxq1. خلاص؟ فعشان اسهلها لقينا ان انا محتاج اعملها كده. فكان كده probability of error بدل ما انا كنت مخليها given L1، لان الديستريبيوشن بتاع L1 ده مش يعني ملوش كلوز فورم، صعب يعني، هي نفسها كانها given x1 وx2. فبقى عندي شكل الايرور given دول بقى شكله عامل كده. خلاص؟ طيب اطلع probability of error الانكونديشنال ازاي؟ ان انا اكامل probability of error given xi1 وxq1 في الديستريبيوشن بتاع xi1 وxq1 دي xi1 دي xq1. تمام؟ هو نفس اللي احنا كنا كاتبينه هنا ده، ونفس اللي احنا عملناه هنا بس for continuous random values. قريب من ايه؟ استنى بقى، استنى استنى، انت شكلك بتخرف. عيد تاني. يعني انا هنا ما عنديش بقى ديسيجن ان انا ال1 طلع لي مثلا 1.2 فاقول ان هو قريب لل1 فهو ما فيش، ما انت ما فيش عشان كده هو كونتينوس فاليو. بالظبط. هو انت ما انتش ما تقدرش تقارن على ال1 لوحده. لان هو الديسيجن مش على ال1 لوحده. الديسيجن على ال1 اكبر من ال2 ولا لا. فما تقدرش تبص على ال1 لوحده وتاخد ديسيجن. لا، انت هتبص على ال1 وهتبص على ال2. بص هما دول كانهم شبه فاي بس بشكل مختلف شويه، واخد بالك؟ بس مفيش سيجنال سبيس بمعنى بس انا عندي حاجات انا بضرب فيها انا عارف. بالظبط كده، بالظبط. ما هما دول في الحقيقه يعتبروا كانهم البيزس فانكشن بتاعه دي، وكل واحده ليها اتنين، كان كل واحده من دول ليها اتنين بيزس فانكشن، بما ان انا مش عارف السيتا. لا، انت في الترانسميتر اكشن مش عامل كده. انت في الترانسميتر ضارب على طول في 1 بيزس فانكشن اسمها كوزاين 2 باي فاي اي زائد سيتا. في الريسيفر ما عندكش سيتا، فاضطريت ان انت تفك ال 1 بيزس فانكشن دي ب 2 بيزس فانكشنز. كويس. انا بتكلم على كل جيفن بقى، كل واحده فيهم. انا عندي اف 1، اف 1 دي كانها بتبقى جنريتد، كانها بتبقى جنريتد ب 1 بيزس فانكشن اسمه كوزاين 2 باي اف 1 زائد سيتا. كويس؟ ما فيش كوهيرة، ما انت ما عندكش السيتا، خلاص الموضوع مختلف. تمام؟ فاحنا هنعمل ايه بقى الانتجريشن اللطيف ده؟ هو بيتي اوف ايرور جيفن اكس اي 1 واكس كيو 1 في اف اوف اكس اي 1 واكس كيو 1. طيب البروبابيلتي اوف ايرور هي اي اس ماينس ال سكويرد، اللي هي اي اس ماينس ايه؟ ال 1 سكويرد. ماشي؟ اللي هي اكس اي سكويرد زائد اكس كيو سكويرد. في البروبابيلتي دنسيتي فانكشن بتاعت دي اللي هي ايه؟ دول اثنين راندوم فاريبلز، الجوينت بتاعهم هو مين؟ المالتيبليكيشن بتاعهم. فواحده فيهم انا هنا اسيوم ان سيتا بزيرو لان كلهم زي بعض، فمش فارقه عشان اسهلها على نفسي يعني، بس هي مش هتفرق خالص. فانا هاسيوم السيتا بصفر، هاسيوم السيتا بصفر. فبقى عندي الاكس اي 1 المين بتاعه اي بي، الاكس كيو 1 المين بتاعه صفر. خلاص؟ فدي هي الايرور البروبابيلتي اوف ايرور، ودي هي الاف اكس اي 1 واكس كيو 1 اللي هم دول. ماشي؟ فبقى عندي اي اس ماينس الاربع حاجات دول دي اكس 1 دي اكس 2. الاكسبريشن الظريف ده ليه كلوزد فورم، مش محتاج اعمل فيه اي حاجه باوندز وكلام من ده، هو ده اوريدي ليه كلوزد فورم. اقعدوا بقى العبوا فيه في البيت كده وطلعوا. ماشي؟ فاللي ليه كلوزد فورم ده هيطلع لك في الاخر البروبابيلتي اوف ايرور شكلها عامل كده. نص اي اس ماينس اي بي على 2 ام. اوكي؟ هنا ايه؟ مش هتفرق، مش هتفرق. هي هتبقى يعني جربها في البيت برضه باي كوزاين باي حاجه، حط بس لازم هنا سيتا برقم، ما انت مش هخليها سيتا يعني، واخد بالك؟ حتى لو حطيتها سيتا غالبا هتفكها هتطلع كده برضه، بس هيبقى ماثيماتكس كومبلكس شويه. لا انا فاهم، يعني عادي اي سيتا المفروض ان هي طبعا نفس الحاجه، بس انا قصدي الزيرو بالذات مش ان هو نو ايرور. لا لا لا، ملوش علاقه بالايرور، هو بس عشان نسهل شكل الاكسبريشن، بس هي مش فارقه. حط سيتا باي رقم او سيبها سيتا، حتى جرب كده حطها سيتا واقعد بقى في البتاع دي وجرب شوف هتطلع ايه. هات نفس الاكسبريشن بالظبط، ملوش اي علاقه، هات ملوش اي علاقه بسيتا، لانه سيتا ده في الاخر هو المين بتاع الراندوم فاريبل، فمش هيفرق لان انا بكمل من ماينس انفينيتي لانفينيتي، فتلاقي نفسك في الاخر بتاع مش فارقه معاك في حاجه، كله هيتظبط في الاخر. بالظبط.
كله هيتظبط في الاخر وهتطلع لك نفس الاكسبريشن اللطيف ده. ماشي؟ فده البروبابيلتي اوف ايرور اوف البتاع دي. استنى قبل ما نخش على بي اس كي اوريكم بس فرق البرفورمانس وبعدين نرجع للديفرنشال بي اس كي. فده نعم. ما انا كده كده انا كده كده اي اليمينيتد الثيتا بالحركه اللي انا عملتها هنا. هي طلعت واحد مفيش ثيتا خلاص. ام نوت ديبندنت على ثيتا. فتعالوا نبص على دي وبعدين نرجع للدي بي اس كي. فالاف اس كي كده اللي هو ده وده الاخضر والاحمر. الاخضر والاحمر. الاخضر ده هو الكوهيرنت اف اس كي لو انا عارف الثيتا وفكيت بالريسيفر بايه بدرجه 1 بيزس فانكشن وبتاع. والاحمر ده لو انا مش عارف الثيتا. كويس؟ فزي ما انتم شايفين الفرق هنا ايه؟ اقل من 1 دي بي. وفي نفس الوقت انا ببسط الايه؟ الدنيا جامد في الريسيفر بتاعي. الريسيفر ده اسهل بكتير. اسهل بكتير قوي. احنا شفناه ده. الريسيفر ده اسهل بكتير قوي من ان انا اعمل لوب تتراك الثيتا والكلام من ده. بالظبط. بالظبط كده. عشان كده الحاجات مثلا البلوتوث مثلا. سماعه البلوتوث دي من الحاجات اللي تعتبر رخيصه كويس طبعا في مصر يعني بتبقى غاليه شويه لكن هي تعتبر من الحاجات الرخيصه. البلوتوث احنا كنا عملنا مجر الستاندرد بتاعه هو شغال بايه؟ ديفرنشال بي اس كي ونون كوهيرنت اف اس كي كويس. فالحاجات اللي بتبقى ارخص في الـ محتاج تخليها رخيصه بتعمل كده انك يعني بتخسر حاجه بسيطه في البرفورمانس قدام ان انت بتكسب كتير عندك اريا صغيره محتاج تعمل كومبيتيشنز كتيره مش هتعرف تعملها. البلوتوث دي بتاع قد كده واخد بالك فاللي جواها هتلاقي شيب صغيره كده تمام وعاوزها رخيصه فبتروح عاملها ايه نون كوهيرنت. اوكي الديفرنشال بي اس كي بقى هو بيعمل ايه بقى الديفرنشال بي اس كي ده بييليمينيت ذا نيد فور ا كوهيرنت ريفرنس سيجنال ات ذا ريسيفر باي كومباينينج تو بيزك اوبريشنز ات ذا ترانسميتر. تمام بيعمل ايه بقى ديفرنشال انكودنج وموديوليشن يعني هو هيخليك تقدر تفك البي اس كي لكن من غير ما تضطر انك انت تطلع الفيز بتاع كل سيجنال. ببساطه هو بيعتمد على الحاجه واللي قبلها فبيقول لك ايه بقى تو سند ا زيرو وي فيز ادفانس ذا كرنت سيجنال بار 180 ديجريز اند تو سند ا 1 وي ليف ذا فيز از از. يعني فكره ببساطه انا عاوز ابعت 1 وانا في حاجه بعتها قبل كده فهسيب الفيز زي ما هو فبقى تو سيمبلز ورا بعض ما بقتش محتاج اقارن بالريفرنس بقيت بقارن التو سيجنالز دول ببعض. لو فرق الفيز ما بينهم صفر يبقى انا كنت باعت 1 لو فرق الفيز ما بينهم 180 درجه يبقى انا كنت باعت 0. فبحط الانفورميشن في الديفرنس بتاع الفيز مش في الفيز نفسه فبقيت كاني اقدر استخدم السيجنال اللي قبلي كويس از ريفرنس للسيجنال بتاعتي كويس. فلو انا خدت ببساطه السيجنال اللي قبلي والسيجنال بتاعتي وضربتهم في بعض اعتبرت اللي قبليها دي هي البيزنس فانكشنز بتاعتي وضربتها في اللي بعدها لو التكامل ده اداني واحد يبقى ده زي ده يبقى كان صفر يبقى كان واحد لو التكامل بتاعهم اداني نيجاتيف يبقى ده عكس ده يبقى كان صفر irrespective للي انا بعته كان كام للي انا في الفيز اللي كان مبعوت كان كام مش مهم الفيز ده كام المهم الفيز ديفرنس ما بينه وما بين ايه كل اثنين ورا بعض بقى بنفس الطريقه. بالظبط كده حتى لو في تغيير بسيط نتيجه التايم ان الفيز بيتغير بيدريفت شويه 180 هيبقوا 170 ماشي البرفورمانس هيوحش شويه لكن ايه مش هيبوظ خالص. اوكي يبقى ده الريسيفر يعمل ايه بقى ميجرز ذا ريلاتيف فيز ديفرنس بتوين ذا ويف فورمز ريسيف ديورنج تو سكسيسيف بيت انترفلز ماشي provided that the unknown phase varies slowly the phase difference between two successive waveforms will be independent of theta. ما بتتغيرش ما بتتغيرش مفيش حاجه بتحصل جامبس. الثيتا دي بتبقى حاجه البروسيس بتاع تغيير الثيتا دي حاجه بتاخد وقت. كويس؟ يعني ما ينفعش افضل ماشي كده بثيتا وبعدين مره واحده الثيتا دي اتغيرت خالص. ده مش بيحصل في الكوميونيكيشنز. مش هتاكيوميجيت. ما هي مش هتكيوميجيت ليه؟ لان كل واحده واللي قبلها. كل واحده واللي قبلها فهي بتتغير 2 ديجريز كل واحده. ال 2 ديجريز دول مش هيكوميجيتوا على بعض. انا دي واللي قبلها 2 ديجريز ودي اللي قبلها 2 ديجريز ودي اللي قبلها 2 ديجريز. ماشي؟ طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ بيعملوا ايه في البتاعه دي؟ ده شكل الترانسميتر.
ترانسميتر هنا عندي حاجه اسمها الاكس نور اللي هي زي الاكس اور معكوس الاكس اور يعني. فانا باخد السيكونس الباينري سيكونس اللي انا عاوز ابعته وده الحاجه اللي انا هعمل بيها الموديوليشن تمام. فالحاجه اللي انا بدخلها هنا البتاعه دي بتبقى 1 او 0 بيزد على السيكونس اللي انا عاوز ابعته البيت اللي انا عاوز ابعتها دلوقتي والبتاع اللي كانت موجوده هنا قبل كده اللي هي دي كي ماينس 1 اللي هي لو بصينا في التيبل هنفهمها. انا عاوز ابعت واحد تمام والدي كي ماينس 1 كانت بواحد يبقى الدي كي هتبقى بواحد. يعني ايه الدي كي هتبقى بواحد؟ يعني مش هغير الفيز بتاعه الحاجه اللي قبلها كويس. انا ببص على ثلاث حاجات، انا عاوز ابعت واحد وانا السيجنال بتاعتي كانت واحد يعني فيز صفر، فانا هبعت ايه؟ واحد، لان فرق الفيز ما بين دي ودي زيرو ايكويفالنت لان انا هبعت واحد. طيب هنا عاوز ابعت صفر، انا كنت بعت كام المره اللي فاتت؟ فيز ده واحد، فانا دلوقتي عاوز ابعت صفر. عاوز ابعت صفر يعني ايه؟ يعني اغير الحاجه المبعوثه على التشانل ب 180 درجه، فالفيز اتغير ب 180 درجه. عاوز ابعت صفر تاني واللي قبلي كان صفر، يبقى هبعت على التشانل فيز زيرو تمام. يبقى الديفرنس ما بين دول هو الداتا اللي انا عاوز ابعتها تمام. وده بقى في الريسيفر نفس الكلام، الديفرنس ما بين دول هو الداتا، الديفرنس هو الداتا. الاثنين دول زي بعض عشان انا عاوز ابعت واحد، الاثنين دول عكس بعض عشان انا عاوز ابعت زيرو، الاثنين دول عكس بعض عشان انا عاوز ابعت زيرو. فكل واحده واللي قبلها فرق الفيز ما بينهم هو الحاجه المبعوثه، دي الحاجه ودي اللي قبلها. الاثنين دول زي بعض يبقى واحد، زي بعض واحد، غير بعض زيرو، غير بعض زيرو، زي بعض واحد، غير بعض زيرو، غير بعض زيرو، زي بعض واحد. ماشي؟ فلما اجي اريسيف بريسيف بقى الاثنين دول ابقى اقارن الاثنين دول ببعض. فرق 180 درجه يبقى كان زيرو المفروض يتبعت. فرق زيرو درجه يبقى كان واحد المفروض يتبعت. ده شكل الريسيفر. ماشي؟ ده شكل الريسيفر. الريسيفر بيعمل ايه؟ بياخد الحاجة اللي أنا باعتها اهي ويضرب برضه في كوزاين وساين وانتجريشن وديلي ويعمل الشغلانة دي. إيه الشغلانة دي؟ بيضرب الحاجة اللي طالعة لي من الكوزاين في الحاجة اللي كانت موجودة قبلها، والحاجة اللي طالعة لي من الساين في الحاجة اللي كانت موجودة قبلها، ويجمعهم على بعض ويشوف البتاعة اللي طالعة دي بلس ولا ماينس. كويس؟ دي بتعمل نفس، دي بتعمل نفس إنك أنت تضرب في الحاجة واللي قبلها. كويس؟ الحاجة واللي قبلها دي موجودة فين؟ موجودة هنا. بتضرب في اللي قبلك، كويس؟ فأنت لما بتضرب في اللي قبلك لو هما نفس الفيز هتلاقيك بتعدي تطلع لي وحايد. تمام؟ لو هما مش نفس الفيز هيطلعوا نيجاتيف من بعض. 180 درجة هيطلعوا نيجاتيف من بعض. ماشي؟ فالنيجاتيف من بعض دول هيطلع لي هنا، لو الواي دي أصغر من الزيرو يبقى صفر، والواي دي أكبر من الزيرو يبقى واحد. ماشي؟ هو ده كده قصه ان انت بتضرب الاثنين في بعض دي هي طالعه من الحتتين دول، بتضرب الواحده في اللي قبلها بالظبط يبقى واحد، ان انت كده 1. لو طلعوا زيرو يبقى انت كده حوالين الزيرو. النيجاتيف سوري نيجاتيف، نيجاتيف يبقى انت زيرو. ماشي؟ اعملوها بقى بالتفصيل زي ما عملنا الثانيه لو تحبوا، يعني دخلوا هنا سيجنال وشوفوا البتاعه دي هتطلع لكم ايه، هتلاقوا انها في الاخر بتطلع كده. ماشي؟ هي موجوده هنا دي. في عندي هنا فيز انا مش عارفه، كويس؟ في عندي فيز انا مش عارفه بالنسبه لدول، كويس؟ فهتلاقي نفسك هنا هتيجي ايه؟ اكس اي 1 هتساوي كذا، واكس كيو 1 اكس اي 0 واكس كيو 0 تمام؟ الواي دي بتعمل ايه؟ بتضرب الحاجه في اللي قبلها والحاجه في اللي قبلها، كويس؟ فكوزاين كوزاين زائد ساين ساين تمام؟ هيطلع لي الواي دي في الاخر ديبندنت على فرق ايه؟ فرق الفيز فاي ما بين التو سيجنالز. ففرق الفيز ما بين التو سيجنالز هو ده الحاجه اللي انا بدور عليها، عاوز اعرف فرق الفيز ما بين التو سيجنال حوالين الزيرو ولا حوالين ال 180. ماشي؟ فده شكل فكه البتاعه دي لما تتضرب في بعضها. والبروبيتي اوف ايرور ممكن تتحسب هيطلع شكلها عامل كده. نص اي اس ماينس اي بي على ان نوت. ده بقى بقيه الشكل اللي احنا اتكلمنا فيه للاف اس كي، هنتكلم فيه للبي اس كي. فده باينري بي اس كي اهو. باينري كوهيرنت بي اس كي، واللي هو الازرق في اخضر ده ديفرنشال بي اس كي. ماشي؟ فالفرق هنا تقريبا زي الفرق هنا بالظبط بالصدفه يعني. فالاف اس كي كوهيرنت والنان كوهيرنت الفرق ما بينهم شبه البي اس كي الكوهيرنت والنان كوهيرنت. اوكي؟ اي حاجه تاني؟
اخر حاجه هنا بقى بنشوف البرفورمانس بتاع الباينري فيرسز الامري بي اس كي. تمام؟ فزي ما انتم شايفين فرق الباور هو هنا بنفس الانرجي، بس الباور هتلاقوا في فرق شويه ما بين النص، ما بين الاربعه والاثنين اللي هم 0.34 دي بيز دول. لو انا رحت 8 بي اس كي الفرق 3 دي بيز، لو انا رحت 16 بي اس كي الفرق 8.5 دي بيز، لو انا رحت 32 بي اس كي الفرق 13 دي بيز. فانا فور ذا سيم داتا ريت انا بكسب في الباند ويدث قد كده وبخسر في الباور قد كده. تمام؟ بكسب في الباند ويدث وبخسر في ايه؟ بخسر في الباور. تمام؟ اي سؤال؟ يبقى زي ما انتم شايفين هنا خمس الباند ويدث معناه 13.5 دي بي مور في الباور. هزود الباور 13.5 دي بيز كويس؟ اللي هو 20 ضعف كويس؟ عشان اعرف اجيب نفس البرفورمانس. لا انت خسران برضه اهو 0.34 اكتر من الصفر. خسران حاجه بسيطه قوي. ماشي؟ في الباور الانرجي واحده لكن الباور مختلفه شويه. ماشي؟ الحاجة الأخيرة بقى البي اس كي. البي اس كي ده بيستخدم مينلي دلوقتي، يعني أقوام مستخدم زي ما بقول لكم في كل حاجة تقريبا. البي اس كي بيستخدم في حاجة أساسية في الساتلايت كويس. بيستخدم ليه في الساتلايت؟ برضه معلومة تبقوا عارفينها، لما تيجي تبص على الريسيفر زي ما قلت لك مش هتلاقي أقوام، هتلاقي بي اس كي. حلو؟ ليه بي اس كي؟ عشان البي اس كي في ميزة، في حاجة اسمها كونستنت انفلوب، كونستنت انفلوب موديوليشن. كونستنت انفلوب موديوليشن ليه؟ لان اي سيمبل انا ببعته ليه نفس الباور. فالحاجه اللي هتلاقيها مبعوته كلها عماله ايه؟ تلعب هنا كده في نفس الايه؟ الباور. من الحاجات الاساسيه في الريسيفر في حاجه اسمها الترانسبوندر. الترانسبوندر هو بتشوفوه بقى في، اكيد شفتوا ده في الريسيفر وانت بتكتب، ما شفتش كلمه ترانسبوندر دي؟ انتوا ما حدش فيكم جاب في الريسيفر عنده خالص ولا عمل انستليشن لشانلز جديده ولا اي حاجه؟ غريبة جدا. طيب الترانسبوندر ده هو الامبليفاير بتاع الريسيفر بتاع الساتلايت. فالترانسبوندر ده بيبقى له رينج معين كويس، ما تقدرش تزود الباور عنه. فانت بتحاول انك انت تحط له حاجه تملى الرينج ده، ما تقعدش تلعب. انت لو عندك كوام، الكوام سيجنال لو شفت هتلاقيها بتلعب كده شويه صغيرين وشويه اكبر شويه وشويه اكبر كتير، وهما الثلاثه فاليوز اللي عندنا لما تيجي مثلا 16 كوام. فدي ليها فاليو صغيره، دول ليهم الفاليو المتوسطه، ودي ليها الفاليو الكبير. تمام؟ فالبتاع عندك عماله تلعب وتصغر، وانت عندك الترانسبوندر ده بيحط لك ليميت على الماكسيمم. فهتلاقي نفسك لو حطيت كوام هتليمت الكبير للماكسيمم والحاجات الثانيه تبقى اصغر. فهتلاقي نفسك في حاجه زي الساتلايت بتحتاج انك انت تحط حاجه عندها كونستنت انفلوب. عشان كده بتلاقي دايما في الساتلايت بيستخدموا ايه؟ البي اس كي. المشكله مش مشكله ريسيفر لازم يبقى كوهيرنت ونون كوهيرنت والكلام ده، لان دي مش مشكله موجوده، لان الريسيفر ده جهاز كبير. كويس وقوي، تقدر تحط فيه ريسيفر كوهيرنت، مش فيش مشكله، لكن المشكله انك انت الافشنسي هتبقى قليله لو انت حطيت ليميتيشن مش على الافرج باور. احنا كنا دايما بنقارن الحاجات دي ببعض وذ ريسبكت تو افرج انرجي افرج، صح؟ فالانرجي افرج دي بتلاقي الكوام احسن كتير من البي اس كي، لكن لو انت حسبته على الماكسيمم انرجي مش هتبقى كده. كويس؟ ماكسيمم انرجي يعني لو سويت انت عندك دي كده وحطيت الكوام جواها بقى، يعني مش عارف بقى تحط ايه ده كده واحد كده مثلا. انت لو عاوز تقارن الكوام بالبي اس كي عشان نفس الماكسيمم هتحط النقط بتاعت الكوام هنا كده، يبقى عندك اربع نقط كده مثلا. ايا كان يعني، بس هتبقى جوه الدايره اقصد. لانك انت ما تقدرش تطلع بره الدايره، لان بره الدايره هيحصل ايه؟ هيحصل ساتيوريشن في الامبليفاير وهياكلك من السيجنال. تمام؟ عشان كده بيستخدموا دايما البي اس كي في الساتلايت، عشان هو عنده ماكسيمم باور يقدر يبعت بيها على الساتلايت. اوكي؟ مش فاهم ايه؟ انا بقول لك احنا قلنا ان الكوام البرفورمانس بتاعه احسن من البي اس كي كافرج، خلاص؟ انما لو انا جيت رسمت الاثنين دول نفس الافرج انرجي هتلاقي نفسك ايه؟ هتلاقي نفسك مثلا عامل دايره كده وحاطط مثلا ايه 8 بي اس كي. تمام؟ هاجي ارسم ال 16 كوام قدامه. حلو؟ ال 16 كوام دي عامله ازاي؟
لو انت عامل دور فور ذا سيم افريج انرجي هتلاقي ال 16 كوام ده كبر فبقت اعلى نقطه هنا ابعد من دي، تمام؟ فهيدي لك بيرفورمانس كويس، لكن في نفس الوقت ما اقدرش اعمل كده لانه الماكسيمم بتاعي ديفايند باي ترانسبوندر، فما اقدرش اخرج بره الدايره. لو خرجت بره الدايره ابقى انا كده مش مظبوط، هيحصل لي بتاعه هتتقفل، فلازم احط كله جوه الدايره. فلو حطيت كله جوه الدايره ممكن تحصل لي مشكله، يعني يبقى البرفورمانس بتاعي مش كويس، هيبقى وحش. ماشي. طيب عندكم اي سؤال؟ كده خلصنا. في اي سؤال؟ طيب لو تحبوا في اي وقت نعمل مثلا، انا عارف ناس معظمها ما كانش حاضر يعني، بس ما اعرفش الناس بتحضر اصلا الاونلاين ولا لا. مفيش اصلا محاضرات يعني، معظم الدكاتره اما بيقولوا اتفرج على الفيديوهات القديمه مثلا بنسجلها، اما بينزلوا حاجات بنسجلها كل ما هو انا لما اخش المحاضره الاقي 8 حاضرين لي اونلاين يبقى ملوش معنى. هو هيدرسك ليه اذا كان هيخش معاك لايف ليه اذا كان قافل بقى خلاص؟